مشاهدي الكرام متابعي قناة سبا، أسعد الله أوقاتكم بكل المحبة والخير، وهذا هو رياض الجيلاني يحييكم، ويسرني أن أكون معكم في النهائي المرتقب، في النهائي المنتظر في لخليجي 19 في ملعب السلطان قابوس ببوشهر، حيث يلتقي المنتخب السعودي الأخضر مع ضيفه الأحمر العماني. تشكيلة المنتخب العماني في هذا اللقاء في هذا النهائي: علي الحبسي في حراسة المرمى، محمد ربيع، محمد الشيبة، بدر الميمني، فوزي بشير، أحمد مبارك، حسن ربيع، إسماعيل العجمي، حسن مظفر، عماد الحوسني، خليفة عائل. في حين يمثل المنتخب السعودي في هذه المباراة والتي انطلقت منذ الآن وواضح الرغبة العمانية في التأكيد على الحضور والتميز في الثالثة، في النهائي الثالث لهذا المنتخب الأحمر، والسعودية كما قلت يمثلها في حراسة المرمى وليد عبد الله، أسامة هوساوي، ماجد المرشدي، أحمد عطيف، عبدو عطيف، مالك معاذ، عبد الله الشهيل، سعود كريري، تيسير الجاسم، ياسر القحطاني، وعبد الله الزوري. إذن هكذا بدأت اللحظات، بدأت الدقائق، بدأت الثواني اللي بالتأكيد الكل يعمل لها ألف حساب. طبعا المنتخب السعودي يقوده ناصر الجوهر، والمنتخب العماني يقوده الفرنسي لوروا، وهذا بالتأكيد يضعنا في صراع بين مدرسة فرنسية ومدرسة عربية. نتابع هذا اللقاء أيضا الذي كما قلت ويقوده الحكم الهولندي إيريك هارت. إذا الإحداثيات بدأت، وفوزي بشير بيحاول ويبحث عن الزميل، والكرة عكسية عالية، ولكن وليد عبد الله، وليد عبد الله، ويبدو أن هناك خطأ لصالح ماجد المرشدي. إذا وليد عبد الله في تحدي وتنافس مع الحارس علي الحبسي، علي الحبسي اللي إلى الآن محافظ على نظافة شباكه بدون أهداف، أيضا وليد عبد الله الحارس السعودي بدون أهداف، وهما الاثنان في الطريق للاقتراب من لقب أحمد الطرابلسي، أحمد الطرابلسي الذي حافظ على نظافة شباكه في الدورة الثالثة عام 74 في خمس مباريات بدون أهداف. حتى الآن السعودية وعمان في حوار يبدو ساخنا ومثيرا وبعيدا عن الحذر، هجمة عمانية يليها الرد السعودي الآن، ولكن أيضا حضور من حسن مظفر، حسن مظفر والضغط عليه من جانب تيسير الجاسم، ولكن إلى خارج أرضية الملعب، ومن عبد الله الشهيد، حسن مظفر، وكما قلت حدث في كل مكان، العمانيون يبحثون عن لقب، نعم يبحثون عن لقب، يعني ثلاث مرات إلى النهائي في آخر بطولتين، الخسارة كانت في خليج 18 أمام الإمارات، وأيضا في خليج 17 أمام قطر بضربات الجزاء الترجيحية التجريحية، يعني سمها ما شئت عزيز المشاهد، والسعوديون يبحثون عن لقب رابع، السعوديون يبحثون عن لقب رابع، وعماد الحوسني يبحث عن تميز في سجلات الأبطال، في سجلات الأبطال بالتأكيد، لا يبحث عن لقب هداف، لا يبحث عن لقب أحسن لاعب في البطولة. لماذا؟ لأن الجماهير العمانية تنتظر اللقب، يعني العمانيون يقولون بأن هذه الكاس لا يوجد لها جواز للخروج من السلطنة. ناصر الجوهر قال